المعارضة التركية تخرج بين الحين والآخر بتصريحات تتحدث عن تعهدات بأنها إذا ما فازت في الانتخابات المقبلة فإنها ستقوم بطرد السوريين، بل إنه كمال كليتشارأوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض تحدث قائلا بأنه إذا ما فازت المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة فإنهم سيقومون بترحيل السوريين لبلادهم بالطبل والزمر، أشار يعني حتى بتلك التصريحات التهكمية. كيف ترى مثل هذه الأقاويل والتعهدات؟ كما قلت لك هذا لا يختلف كثيرا عن العنصريين الأوروبيين، العنصرية الفرنسيين الذين كما تعلم خلفان أن المرشح الفرنسي الذي دعا إلى أنه سيمنع اسم محمد إن هو وصل إلى كرسي الرئاسة وأنه سيغلق المساجد وأنه سيطرد المهاجرين العرب، هذا يعني هما سيان، يعني هذا عنصري غربي ويكره الإسلام والمسلمين، وهذا عنصري تركي مفروض هو في دولة إسلامية وهو مسلم في الأصل، يعني إذا عدنا إلى الأصل، ولكنه يتعامل مع إخواننا سوريا بالنسبة لفرنسا وبعض الدول الغربية التي هي تتحدث عن الإسلاموفوبيا، وهذا سوريا فوبيا الآن أصبح، يعني هنا هذه المعارضة التركية العلمانية المتوحش الذي تكره الإسلام أولا وتحقد على المهاجرين العرب الذين كما قلت أخرجوا من ديارهم، والله لولا ظلم بشار ولولا بطش بشار ولو جرائم بشار ولو جرائم جيشه وجرائم روسيا وجرائم إيران التي أخرجتهم من ديارهم، هؤلاء كانوا يعيشون في بيوتهم وفي أوطانهم، كانوا مطمئنين وكانوا أصحاب أموال وكانوا يعني يعيشون رفاهية في بلدانهم، ولكن الحرب التي سلطت عليهم والظلم الذي سلط عليهم هو الذي أخرجهم من ديارهم. إذن أقول هذه عنصرية تمارس ضد إخواننا السوريين وضد إخواننا العرب وخاصة حتى عن السوريين من قبل هذا الحزب العنصري، هذا الحزب العلماني، هذا الحزب الكاره للإسلام والمسلمين والكاره للعرب، في حين أن ولن إن شاء الله لن يمكن الله لهم ولن يفوزوا في الانتخابات لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين.